سلام البنات، فيديو جديدة طلبتوها مني بزاف بزاف. روتيني الصباحي لنهاية الأسبوع وحيت الويكاند كنفيق على خاطر خاطري، وخاصة الساعة ديال دماغي محقة على 7:30 كضربني الفيقة كنرجع نتكا تال ديك 9 تقريبا كنفيق تاني، كنهز التليفون وكنبقى ندور في انستغرام سناب شات فيسبوك، ولكن مع العشرة كنجمع الوقفة وكنلبس في رجليا وكنوض كنحل الريدو كنفوح البيت شوية وكنبدأ نجمع فراشي، كنسوس الفراش كنرتبو. ومن بعد كنمشي للحمام باش كنغسل وجهي وكندير لا تواليت ديالي. كنغسل وجهي غير بالماء حيت بالليل ديجا غسلته بالغسول ديالي اولا لو نيتوايون. كنغسل سنيناتي بهاد كولغيت اوبتيك وايت، اكيد كنتوضى باش نصلي ولكن هادشي كنفضل ما نصوروش حيت كيبقى بيني وبين اللي خلقني. من بعد كنمشي للكوزينه وحيت الاغلبيه ديال الايام ما كنفطرش، كنحاول في الويكاند نفطر مزيان. كندير هنايا حليب بالشكلاط وكندير مثلا خبز ولا هاد لي توست فيهم كيري ولا نوتيلا اللي موجود في الدار. وكنرجع للبيت باش ندير الزيوت لشعري قبل ما ندوش. هاد الزيوت اللي ديما كناخذهم كيساليو ليا كنعاود نديرهم، زيت جوجوبا اولا ويل دو جوجوبا، هادو ديال سكين فود، ويل بيبان دو ريزان اولا زيت بذور العنب، ويل فيجيتال دو سيزام اولا زيت الزلجلان، ويل دو ماكاداميا اولا زيت الماكاداميا، ويل داموندوس اولا زيت اللوز الحلو. كنمشي نشعل مزيان ونابليكي عليهم نابليكي عليه هاد الزيت وكنجمعو. كنمشي نعاون ماما في الشقه شويه وعاد كنجي نجمع حوايجي ديال لا دوش بيجاما فوطا درات ديال الشعر. كندخل للدوش كنستعمل هاد الشامبوان ديال لوريال ايساف بليزويل اكسترا اوردينار بالنسبه للشعر الجاف، واخا انا شعري ديالي نورمال ولكن كيجي معايا. هاد لابخي شامبوان ديال ارغان اويل اوف موروكو غزال ريحتو فنه ولكن ما متواجدش في المغرب، كاينين دي فوندوس فيسبوك كيبيعوه. وهنايا لو جيل دوش ديال ايشوايه ديال فاني فن فن ريحته غزاله ديال هاد الوقت. وما ننساش لو جيل انتيم ديال سوفيريل اللي ما كيخطانيش. من بعد من لا دوش كنشف مزيان وكندير هاد لا كريم ايدراتونت او لا كريم مرطبه ديال فازلين اللي كيوحد اللون ديال البشره كما كنت وريتكم في فيديو قبل. كندير هاد لا بوند باش كنجمع شعري وندير لي سوان ديالي. كندير شاشات ديال الماورد باش نحيد الكركير ديال الماء ديال الروبيني، وكندير هاد لو غوماج اللي زوين بزاف بزاف كينقي ليا لابو ديالي. نوريكم كيفاش كنستعملو، كيجي على شكل جل على هاد الشكل. كنطبقو اولا كنابليكيه على لابو ديالي بالوجه ديالي وكنخليه لمدة
تقريبا دقيقه قبل ما كينشف. عاد كنجي هنايا كنحك بشويه كيحيد ليا البشره الميته، كيعطي واحد الاكله سور بلاص كما كتشوفوا الوجه. كنستعمل ايضا هاد لارجيل روز اولا الغسول الوردي ديال لوفيا اللي هو بيو او طبيعي. كنخليه في الوجه ديالي 5 دقائق، كنخلطوه مع شويه ديال الماورد، كنوضعو على الوجه ديالي كما قلت لكم 5 دقائق، فكيعطي حتى هو واحد الكلاس زوين للوجه. كنغسل وجهي بالماء دافي ومن بعد ماء بارد، وكندير واحد لو ماسك اون تيسو ديال غارنييه اللي كنت خديته من بيم، كنخليه 15 دقيقه. هو ايدغاتون للبشره الباهته، كيرطبها، كيجي على هذا الشكل. فيه منين تبتو الماسك في ودنينا، كندورو على ودنينا باش كيبقى ثابت لينا في الوجه ديالنا. وكندير ويل دو فيتامين او لمنطقه حول العينين وحتى لا ليفغ ديالي، كيهيدراتي مزيان، كيرطب مزيان. وما كيبقى ليا غير ندير الشاشات ديال البروم ديال فيكتوريا سيكريت اللي ريحتها فنه بزاف. صافي هادشي اللي كاين. كنخرج من الحمام وكنمشي للبيت ديالي. كيبقى ليا نتهلا في رجلاتي. كنستعمل هاد لاباري اللي كتحيد دوك الجليدات ديال الرجلين، البشره الجلد الميت من الرجلين. كتجي على هاد الشكل، كتشارجا بالضو. خديتها جوست من بارفيمري اولا عند مول ماكياج. وكن كن ابليكي هاد فازلين باش كتبقى رجلي رطبه، وكندير التقشرات، وكندير ديودورون ديال نيفيا بيت منيت كنكون بردت. كندير هاد لو سيروم ديال تكنيك ارت اللي غزال، ديجا كنت خديت واحد وهذا هو الثاني سالا ليا. كن ابليكي على لي بوينت ديالي وكنمشد شعري كنخليه ينشف. وما ننساش راسي من الماء، كنشرب مزيان الماء. وهنا ماما كتعطيني نقي الزلجلان حيت نيت قرب رمضان. وبلي كنسالي كنهز البيسي كنحاول نجاوب على لي زيميل ديالي اللي كيوصلوني من شركات اولا دي بارتناريا. وابخي كنجي نتفرج هنايا فواحد المسلسل مغربي اللي كيعجبني بزاف بزاف، كيديروه في الاولى. ما نسيتو لي في بور سيت فيديو، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم.